السلام عليكم، معكم حلقة 19 من المواقف الموضة. في هذه الحلقة تفكرت واحد القصة صغيرة كانت وقعت لي في أزيلال. كان عندنا قائد الكوكبة ديال الدراجات النارية بأزيلال، واحد أجين واحد مساعد سميتو عنتارة من قسم التادلة نواحي ديال بني ملال. واحد كاريته، واحد المنافق، واحد المسخ، واحد جرتيلة قريش حمار، عاد كي دارو لي تاوت وجدر ميا لا كارير ديالو كلها، حياته كامله هو تخرج من الدراجات الناريه من المدرسه، يعني في 92 تخرج من 92 تخرج من المدرسه ديال الدارك في مراكش، تخرج الدراجات الناريه، ومن 92 هو تبارك الله في كوكب الدراجات الناريه في الطرقان، ما كاين الف فرانكات 400، حياته كامله كيعرفوها الف فرانكات 400. داير هو معروف، كان ما كيحيدش من الطريق، كان كيعطي الفلوس كثر من صحابو، كيخرج للطريق كيبقى فيها 10 سوايع 12 ساعه كيجمع دخل 4000 درهم 5000 درهم 6000 درهم 10000 درهم في النهار، كلها الف فرانكات، معروف مضروب على الف فرانكات. ما عليناش، جابوا لنا قائد الكوكبه اون غومبلاسمون ديال هذاك المسخ ديال اوطاهر اللي قلت لكم راه طلع ضابط، هذاك مازال موجد ليه الدوسي ديالو. هذاك ما عليناش، واحد المره بدا هو كيبدا يدير دوك الفرزيات ديال السيرفيس، انا كنت مساعد ديالو نائب ديالو، ها يخرج هذا ديك طريق الواد العبيد بزاف، حيت فيها كي فيها الافرانكات بزاف، فيها الكيران، فيها الكاميوات، شي وحدين كيحقر عليهم كيخرجوا معي تما في ازيلال مع 4 الصباح، ما كيجيبوا والو، كيجيبوا 1600 ريال للواحد ما كافياهمش مع شي حاجه. منهم واحد جدرمي، واحد المسخ سميتو اطوال، محسن اطوال، كان هذا وقعت لي واحد لافير في بوسكوره ولا ما عرفت فين، كان تفل على شي مواطن ولا شنو هو، شي واحد ما بغاش يوقف ليه وشدو بالكاميرا بالوطوروت وما بغاش يوقف عليه ويدفل عليه. صدق هذاك السائق ديال ديك السياره صدق مع شي امير سعودي ولا كويتي ولا اماراتي ولا شي حاجه، شافو في المرايه دفل ويرجع ويقرب لي عليهم. الزون كانوا غيصيفطوهم للحبس، وقعت لي زانترفونسيون بوا، كان اجيدون شاف الجدرميه روتريتي بدا تيطلب ويزاوق هي فين جابوه الازيلال. ما عليناش، منهم هاد اطوال، منهم شي وحدين واحد الشميت تاهما كي حتى يعطيه الفلوس كثر. ما عليناش، جمعوا الجدرمية ديال الكوكبة كاملة، ماشي كاملة كما الأغلبية ديالهم، ماشي 7 8 دوك المغضوب عليهم. واحد الليلة جاو عندي قال لي يا مسيو لاجيدون على جودان خدامين معايا، مشكلة مع هاد السيد الشيش، كيدير السيرفيس، كيدير الفرزيات، كيخرج هذا تيدخل كدا، حنا ما كندخلو والو، حنا متبوعين بالشهرية وخصنا نعطيو، خصنا نعطيو للقبطان ونعطيو للكولونيل ومتبوعين بليسانس ومصاريفنا، دابا هذا ما كيخرجنا الشهر حنا ما كنصورو فيه والو، كنعطيو من جيوباتنا فلوس ولادنا، واش المامول واش غلكم هذاك؟ قال لك لا هو دابا ما يمكنش، حنا جينا عندك باش نتشاورو معاك، انا خارج داك السوق، انا اللي بغيت تشاوروا معايا الحل ديالكم هو انه تبقاو تعطيو جريان، ما تبغوش تخرجوا السيرفيس قول لي دير لنا ليسانس في الماطر والطوموبيل باش نخرجوا السيرفيس ديال الجدرمية، بغيتي نخرج لك هذا سيرفيس ديال الدولة. سيرفيس معناها باش نشرح للمواطنين، سيرفيس هو انه ملي كيكون خارج بحال هكا خارج لمراقبة الطرق، ملي كيخرج جدرمية جوج ولا ثلاثة الناس كيهزوا يا اما 4x4 ولا الماطر ديال الجدرمية كيمشيو يخرجوا تيديروا مراقبة الطرق باش يقيدوا المخالفات. قلت لهم هاد المرة مني يدير لكم سيرفيس كيما بغي أي وقت في أي بلاصة، قولي درنا ليسانس وسيروا خرجوا قيدوا المخالفات ديالكم، ديتو شي حاجة ديروها في جيوبكم دخلوا ما تعطيو حتى ريال. قلت لهم هذا هو الحل، ما تضربوا معاش انتوا عساكرية باش غادي تضربوا معاه، حنا في العسكر حنا خدامين في إدارة، ضربوه بالسلاح ديالو. فعلا واحد منهم في هذيك اللحظة سميتو أحرطان ولا أحردان ولا ماعرفتش، وقع لي واحد المشكل تمايا ديكلاصاهم من لاموطو وما يديروا لي تنقيل تاديبي للورزازات ولا ما عرفت شنو هو، هذا بسيكو هذا مسطي.
هذا كان ضرب العروق ديالو في خريبكا، قطع العروق ديالو محاولة انتحار اونطونك جوندارم خدام كوكب الدراجات الناريه خريبكا، قطع العروق ديالو محاولة انتحار. كيقولوا السبب ديال شي واحد الدريه كان تيبغيها وخانته ولا ما بغاتش تتزوج به، سي با ما قصص ديال داكشي ديال مي فري قصه فري. المشكل الثاني اللي كان وقع عليه هو انه كان تيراب بفردي اون سيرفيس، نيش على شي برلماني سي با باش يوقف ليه ولا تزيد معاه في الهضره، وكثير هذاك البرلماني بطونوبيلته وجبد الفردي قال له والله تنتيري فيك، هو يصدق ويتيرا تيرا، ولكن تيرا في الخوه مش عارف وراها سايبه. هذا ولد خالته، جوج ولاد خالته سون دي كابيتان ديال الجدربيه، دابا راه غيكونوا كوماندارات، الكنيه ديالهم مستور ولا بحال هكا دابا على ما اظن كنيتهم مستور جوج. باينه مني جوج بنات خالت ولاد خالته، بنات خالته لان مع شي خالته، دوك الضب لي زوفيزي ديال الجدرميه كله مع شي خالت، لي زوفيزي ديال بصح هما اللي كيمشيو للعسكر. بيان سور غيكون عندهم شي كاله صحيحه سابا، كون تكون عندها خالته خدامه في القصر كطيب الحليله راه كاله. هاد الجدارمي هاد الاحرطان هاد المسخ هذا كان قبليا البنوات ديال طوموبيلتي، قبو ماشي من البنو من التحت، قبو البنو من الجنب صافي. خصني نمشي نشري شريت ربعه البنوات ثقال، انا نقول لكم علاش جبد لي هاد الجدارمي هاد الاحرطان هاد المسخ. حتى هو جبد لي ان كونتوندو بابي مينيستر كاتب فيه بخط ايدو كيشهد قدام صحابو بان هالة جودان عنترة كيطلب منا الفلوس الشهريه، سبا ما عاد شحال قال لي واش 1500 درهم ولا 2000 درهم في الشهر باش يعطيها للقبطان والكولونيل، وكيطلب لنا 4000 ريال الا بغينا نخرجوا في ازيلال، وكيطلب لنا 8000 ريال باش نخرجوا لواد العبيد الطريق الكبيره ديال ما بين بني ملال ومراكش، وما كيعطيناش ليسانس وقال لنا بان ايطوال الجدرمي ايطوال محسن راه كيعطيه اكثر من هذا الشيء، داكشي علاش انا كنخرجوا الحبس. ويقول لي هل كونتروندو وانت بان مصيفتك النائب ديال القائد الكوكبه حنا عطيناك هذا الكونتروندو وقوم باللازم. انا شديت داك الكونتروندو خزنته عندي لان هذا غادي يمشي نورمالمون خصو كلشي يمشي للحبس، لان هذا اعتراف هو براسو هذاك الجدرمي حتى خصو يمشي للحبس لانه اعترف على راسو. يعني باش خدمت داك الكونتروندو عندي مشيت طليعه والله فعلا هما سمعوا كلامي ولاو فيمنا كيبغي يديرهم سيرفيس يوميا كيقولوا تيقول لي عطينا ليسانس، راه الموطر خاوين من ليسانس، الطوموبيل راه خاوين من ليسانس. يعني كتعدى طوموبيل وحده كتعدنا واحد الكونغو قديمه الموطور ديالها كل مره كيتكولوا كيتكولوا وكنصايبوه حنا كنصايبوه كنمشيو نشريو مره نشريو موطور كيطلع ب 7000 8000 درهم، مره كنديو للميكانيسيان تما في ازيلال كيعاود الموطور كيطلع بشي 4000 5000 درهم. المهم هذا وكان عندنا جوج مواطر، كانت عندنا ديك البي ام دبليو في 1200 ديك الكبيره شويه، وكانت عندنا واحد الهوندا 750 عاد دايره بحال السكوتر. هذا الشيء كان عندنا بداو معاه هكذا كيقولوا درنا ليسانس درنا المازوط كيخرجوا كيقيدوا المخالفات كيرجعوا ما كيعطيو لا فلوس لا والو. السيد بغى يحماق بغى يتسطى بغى يتسطى، كندخل عندو البيرو كنخرج انا قليل انايا حيت انا كندير ليه داكشي الخدمه ديال البيرو ديالو كان لادمينستراسيون ديال لو بيرو ديال الاداره. المخالفات اللي كيتقيدوا شحال من مخالفه كان تنديرهم في واحد لو ريجيستر ديال المخالفات، لي ستاتستيك ديال لا فان دو موا، لي ستاتستيك ديال لا فان ديال لا سيمين، البرقيات اللي كيمشيو للاداره تخرميز وصافي الخوه الخاوي داكشي اللي كان هذاك هما اللي كندير المراسلات مع المحكمه كلشي كنت نديرو انايا يعني. بعدا كنت نخرج جوج مرات في السيمانه هذا هو ما مساليش بغيت تسطع يعني كنت نتكلم مع القبطان اللي هو عديسه قبطان الهجام العظم قال لي راه الدراري راه شنو كيديروا ليا راه هاد الشهر ما عندي ما نعطيكم لا انت لا الكولونيل وراه حابسيني الكولونيل باش ناكد ديك الساعه كان كولونيل افروخ ما كيعطيش الكولونيل افروخ كولونيل افروخ جا معطاوي معاهم كيعطي الكولونيل برامي اللي هو المساعد ديال افروخ وكيعطي لهشام العظم
اللي راه حتى السيرفيس دابا كيطلبوا ليا ليسانس والمازوط، وانا راه تقاد ليا ما عنديش، راه كنعطيهم المازوط وليسانس من جيبي، وراه مشكله. قال لي وشنو المشكله هادشي شكون اللي دارو؟ قال لي راه المشكل دارو هذاك العميري عليا انا، راه هو اللي حرشهم عليا وراه باغي يخرج عليا وباغي يجري عليا من هذا الكوكبه واللي هو قائد الكوكبه، بيدير ليا مشكل فعلا. واش القرطان هضر معايا دوك الجدارميه جمعهم شوف دابا شنو قال لهم خلعهم وهذا الشيء. الناس هما يرجعوا للطريق ولا ما كيطلبوا ليسانس لامازوت كيخرجوا عادي، كيعطيو لا جودا فلوسو ديك 4000 ريال ديالو، ولا خرجوا تما الازيلال و 400 درهم الا مشيو سيدي، راه كل سيرفيس راه لا جودا عنده سبا عنده تيخرج 4 ديال لي باتروي تما في ازيلال وفي النهار، وشوف شي جوج في واد العبيد، شوف 8000 ضربها في جوج هي 16000 و 4 في 4000 هي 16000، 16000 16000 هي 32000 ريال، 1600 درهم في النهار كيدخل هذاك الجودان، زائد في الشهر كيعطيو 1000 درهم 1500 درهم سيبقى انا مابقيتش ندير هذاك الشيء صافي خرج منه. ملي رجعوا للطريق اش داروا؟ قالوا لي اودي، قال لهم شنو هذا المشكل؟ قالوا لي راه العامري هو اللي حرشنا وهو اللي بغى يدير لك هذاك المشكل باش انك تتزيار، باش انه يخرج عليك، باش انك ما تبقاش عندك العلاقه مع لي زوفيسيي باش يكتبوك باش يحيدوك. جمعنا هذا السي القبطان ومعاه هاد لاجودان عنترة والعناصر ديال الكوكب الدراجات الناريه كاملين جمعنا في الكوكبه كيهضر معانا. انتوما خوت كيهضر دابا المره الاولى كيهضر بالمرموس هذا القبطان هذا عديسه هشام العظم، دابا راه كوماندار، دابا راه عطاوه دابا فهمتيني طلع كوماندار ولا كيشد، راه كان تيشد 7000 درهم ولا 8000 درهم، دابا راه ولا كيشد 1.5 مليون من فلوس المواطنين، وداوه لفاس قائد السريه ديال مدينه فاس باش تحكم على فاس دابا، زعما راه لا كارير دابا راه طلعوه. هذا راه كان تياكلها فاس، سمعوني هذا راه كان تيضربها العدس، كيطلبوا مع الجدارميه والمرقه والخبز بيت. شتي الاخراني الاخراني في المواطنين يجيب لي تفصيل ديال المرقه تيقول لي الله يخليك، كيجيبوا لي حتى للدار، كيجيبوا لي الدار، الدار دارو كاينه في وسط السريه ديال الدارك، كيجي كيلقى الجدارمي عساس كيقول لي ديري الماكله للقبطان، كيهز الجدارمي العساس التليفون كيقول لي مو كابيتال راه جاب لك واحد السيد الماكله، كيقول لي انا غنصيفط لك كان ساكن معاه واحد خمرته ولا شنو، ولا الجدارمي كيهزو كيدي يدخلوا ليه. انا واحد المره انا باقي ديك الساعه شاف جا واحد المواطن من ازيله جاب لي تفصيل ديال المرقه، وعيطت ليه قلت ليه راه جاب لك واحد السيد تفصيل ديال المرقه، قال لي عافاك ها هو غيخرج نسيبي وغيعطيه ليه، عطيته ليه داز مع جوج دقائق رجع هذاك السيد المواطن جاب واحد البيكه ديال الخبز، قال لي عافاك راه نسيت الخبز تما، زدت التليفون عيطت ليه لقيته كينضغ، قلت ليه راه هذاك السيد راه جاب لك الخبز، قال لي صافي صافي راه ديبانيت واحد الخبز بيت عندي في الدار لقيته. هذا قرطان هشام العظم الملقب بعديسه. بعدين اش بقى تيهضر معايا تيهضر معانا بالمرموز، نتوما خوت خصكم تعاونوا، هذه الجميله ديالكم خصها تكون مقفوله ما يتوع الاسرار، وهذه طاطا طاطا تا كيخربق شويه ويدور عليه، قال لي هو السي العامري انت دابا كيفاش قوالبك؟ قلت لي ما فهمتش اش من قوالب، قال لي هاد الناس هادو راه كلشي ولاو كيتشكى منك، قلت لي اشنو كيتشكاو مني؟ قال لي دابا انت وليت كتحرضهم وهذا، قلت لي علاش كنحرضهم؟ قال لي تحرضهم بغي نقلبوك على باش تنقلبوا على جودان، نقلبوا تمنا حنا في دوله كاين نقلبوا. قلت لي شنو شنو قالوا لك؟ قول لي يا لا حرشتيهم قلت لهم ما تبقاوش تعطيو لا جودان فلوس الباس ديك فلوس ديال السيرفيس ديك 4000 ريال و 8000 ريال وبقاو تطلبوا ليه ليسانس وما تبقاوش تعطيه فلوس شهريه هذيك اللي كيقسمها لي انا والكولونيل برامي. قلت لي واش متاكد من الهضره؟ شكون اللي قالها لك؟ قال لي راه هما كيقولوها. ونجبد ليه فوتوكوبي ديال لو كونترول دي اللي عطاني ديك الورقه ديك الرساله اللي كتب لي هذاك الجدارمي احرطان ديال الفوتوكوبي حيتها ونقول لي تفضل السي القبطان قرا قرا هاد الكونترول دي دقيق راه فيه ويسفار. قال لي هذا شكون اللي عطاه لك؟ قلت له هو اللي عطاه لي وماشي بوحدو، وكان معاه هذا وهذا 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 وهذا
7 بيهم ولا 8 هما جاوا عندي قالوا لي راه لا جودان ولا كيدير لنا الخواط في السيرفيس ورحنا كتبنا به هذا الكونت روندو ها هو وقلنا الحل اشنو غادي نديروا معاه الحل معنا سهل انا ما غاديش نكذب عليك الحل سهل مني كيدير معاكم هادشي ديال الخواط صافي ديروا معاه السيرفيس ديال العسكر يعني نيشان الاداره قانون قلت لي عندك هذا تحريض انا مني كنقول لهم ديروا مع السيد القانون الا تخرجوا سيرفيس ديال الدوله طلبوا منه ليسانس ما كاين لا شفره لا والو قلت له واش كتقول لي باننا كنحرضهم باش يقطعوا الشفره هرب شد داك الفوتوكوبي ديال الكونتروندي ديالو ويهرب هرب شهدوا فيا هادوك السبعه ولا مع الثمانيه شهدوا فيا جاب الله عندي الدليل بان انا بغيت نوض البلباله في اطار واحد الوحده اللي هي عسكريه دركيه باش يصيفطوني للحبس خلاصه ديال هذا القول المغاربه هما المغاربه فيهم جوج ديال الاقسام فيهم ثلاثه كاين الناس اللي فكريا تحروا من العبوديه والاغلبيه ديالهم خرجوا على برا كيدويو كيهضروا كيقولوا افكار المهم كاين تفاعل اللي هو ايجابي كاين قسم ثاني اللي هو عارف شنو كاين ساكت وكاين القسم الثالث هما الخوانه انا نتكلم على داك الوسطاني اللي ساكت اللي كيدير والو لا هذا هذاك الوسطاني هذاك الرحى ديال لابريسيون مارك عليه ولكن هو ما قادرش انه يتحرك تيقول لك اودي انا الله يا ربي يجيب شي واحد اللي ضحي في بلاصتي الا هي نجحات راني غادي نستافد ما نجحاتش بارك عندنا حنا هاد الحاله هادي غتنقول لهم والله حتى غتبقاو ابدا ابدين راه لي زيكزومبل عندكم في التاريخ وفي الدول راه عندكم راه الناس بقات كتعاط غطغطغ حكومات رؤساء وهذوك بقاو تيطغاو يطغاو يطغاو لحد انه ولاو تيرتكبوا جرائم انسانيه ورا بناتكم كيبيعوهم اصاحبي بناتكم كيبيعوهم الخليجيين وهزكم النفس شي شويه يا المغاربه وتذاك اللي كيقول لي ورا ولفناك ولف عطينا الفيديوهات واش انا وليت قهوه كحله واش انا وليت قارو واش انا وليت انا هو داك التيجيني ولا الرمضاني ولا شنو هو كندير ندير لكم برامج كتبقاو تصمتوا ليها كتشوفوا شنو سميتو شوفوا شدوا راسكم اصاحبي وانتم تقعدوا شي شويه تحركوا بوجيو الله يهديكم يا المغاربه السلام عليكم